صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تنفيذا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد فقد تقرر ما يلي أولا تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداء من الساعة الثالثة مساء من اليوم الأحد وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في السابع والعشرين من رجب 1441 للهجرة ثانياً تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة. ثالثاً يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساء اليوم الأحد وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في السابع والعشرين من رجب ألف وواحد للهجرة. رابعا لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناه في قرار منع التجول مع مراعاه ان يكون الاستثناء في اضيق نطاق ووفق الاجراءات والضوابط التي تضعها الجهه المعنيه واكد المصدر ان استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الاجراءات الاحترازيه سيكون له ابلغ الاثر في انجاح الاجراءات المتخذه وتمكين الجهات الصحيه المختصه من تقديم الرعايه الطبيه الافضل لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه ضمانا لسلامه الجميع